فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: علي بجلم. فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. نعم، هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي جدد الإسلام في خلافته رضي الله عنه، وسار على منهج الخلفاء الراشدين، فكان عهده مكملا لعهد الخلفاء الراشدين. أما دخل عليه قوم من بني تغلب، بنو تغلب قبيلة من قبائل العرب، ولكنهم دخلوا في النصرانية، ويقال لهم نصارى بني تغلب، ومنهم الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم صاحب القصيدة المشهورة في المعلقات، عمرو بن كلثوم تغلبي. دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بصفة لم يتميزوا بها، فظن عمر أنهم مسلمون، فقالوا: ألحقنا بالعرب. قال: ومن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ ألستم من أوسط العرب؟ يعني لا تحتاجون إلى من يدخلكم في العربية أو يلحقكم بالعرب. فهم طلبوا من عمر أن يعاملهم معاملة العرب، يعني لا معاملة النصارى العجم، لا معاملة العجم. فسألهم عن دينهم فأخبروه أنهم نصارى، حينئذ نفذ فيهم شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا بالجلم وهو المقص، فقص نواصيهم واشتق من ثيابهم حزما يحتزمون بها في أوساطهم على شكل الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين. نعم، فعاملهم معاملة أهل الذمة. نعم، وقال: لا تركبوا السروج كما سبق في شروط عمر، إنما يركبون على الأكف. نعم، وهي أصغر من السروج. نعم، ودلوا رجليكم من شق واحد كذلك، لا يفرق كما سبق، فالمسلم يفرق رجليه على الدابة من الجانبين، وأما أهل الكتاب فيدلون أرجلهم من جهة واحدة حتى من رآهم يعرف أنهم أهل الكتاب. نعم، إذا هذا نص في معاملة نصارى العرب، وأن التفريق بالإسلام ما هو بالعروبة عموما. نعم، عموما في النصارى عموما، وأهل الذمة عموما من العرب ومن غيرهم. نعم، فكونهم من العرب لا يميزهم عن النصارى.